ثلاث الاحداث طبعا جوني شخصين بالباش الشخصين هذول انا نخدم معاهم في الشركه اللي ماسكها قالوا لي جوني قالوا لي تعرف الاداره غادي مشيت للاداره قالوا لي انك تخش معنا في الثلاثه هذول قالوا لي ضروري تجي تخش معنا في الثلاثه هذول والا اذا كان انت مش خاش يعني هذو اهلك ونضروا اهلك ولا ما خشيتش معنا هنضروا قلت لهم هنا ما نديرش يعني نطلع من المسرح قالوا لي تعال مشرع مشيت خشيت معهم في اشتركت معهم خشيت اشتركت معهم درنا بوابات في الطريق تهجمنا على اسمها وجدت قوات شام مسلح وسط المدينة تحول ما قعد تهاجم فينا بالدخان وسيد دموع ما فلما بعدين سحبت قوات شام مسلح وقعدنا نحن في المنطقة نفسها وخشينا المراكز الدارية المراكز الأمنية طلعوا منها لما طلعوا رجعنا منها وقمنا بالحرق وخذينا السلاح صارت اشتباكات في مدخل البوابة بعدين تراجعت قوات شعب مسلح الخلف احنا في زوج جنود مصابوا قتل يعني في قتل في الله وفيها في زوج مصاب حتى انا فاخذنا قمنا باخذنا التموين بعدين رجعنا البوابات ثاني يوم بعد الظهر قالوا لنا فيه عائلات مؤيدة في شارع بنغازي On est revenu vers nous au checkpoint. Le lendemain, ils nous ont dit, informé qu'il y a des familles pro-Kadhafi qui se trouvent à la rue de Benghazi. La rue de Benghazi, c'est pas la rue. Ils ont dit qu'ils ont des familles pro-Kadhafi qui se trouvent à la rue de حضرنا في الليل الساعة 11:30 في الجامعة وطلبوا منا بيجي يخش البنت يخش فدخلنا البنات واتصلنا البنات بعدين طلبوا منا قصة الأسبوع. كم أنت رونتري؟ سي إل سامبلي أن هوم أن هوم نورمال بروب سون فيزاج مابلي بوكوا إل نا با ديسيدي دي c'est de fuir avec sa famille. Ils se sentent bien. Est-ce qu'il a peur? Non. خلوك تتعشيتي. أعطوك شوية طرية. شكرا. أعطيك شوية. دكتور زدان قال شوية ونرجع. ماشي بنيك.